السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت سهل جدا، ويخليك تعمل QR، يخليك تعمل علامة من خلال الموبايل، تقدر على طول يفتح لك المعلومات اللي انت عايزها. ممكن تكون المعلومات ده عبارة عن ايه؟ ممكن تكون مثلا URL، يعني موقع معين. على سبيل المثال مثلا دي القناة بتاعتي، هاخدها كده كوبي، او ممكن اجي هنا واخد فيديو معين او اخد بلاي ليست، اي رابط انا عايزه، واجي هنا واقول له خد الرابط ده، فهو اوتوماتيك هيبدأ يكون لي الصورة بالشكل ده. طيب ممكن برضو في ميزة ان انا ممكن اختار حاجة تكون عليها لوجو زي كده، ساعتها هتلاقي في حاجة استخدمت تو يوز لوجو ساين، يعني ابدأ ادخل، هعمل تسجيل دخول سواء بقى بجوجل او الايميل بتاعك او مايكروسوفت، فيبدأ كل ما احط الرابط هنا يبدأ ان هو يجيب لي الكيو ار كود المتعلق بيه، لو عملت سكان يبدأ يفتح لي الرابط دوت. طيب انا اخترت مثلا ده في ميزه ايه؟ ان في لوجو في النص، اللوجو ده اقدر ان انا اغيره، تقدر تحط صورتك، صوره الشركه بتاعتك، اي صوره انت عايزها. يبقى انا عندي السكان هيتعمل للي بره، وده هيبقى رمز دي الشغل بتاعي. تمام، ممكن تختارها راند، ممكن سيركل زي ما انت عايز. طيب انا اخترت مثلا اللوجو بالشكل دوت، هيعمل ريبليس، وتقدر تتحكم في الحجم بتاع اللوجو. يبقى انا عندي اللي هيعمل سكان، ممكن حتى توقف الفيديو وتعمل سكان الجزء دوت، يروح فاتح لك القناه بتاعتك على طول. شفت الموضوع سهل ازاي؟ وتقدر تختار الوان، يعني في الوان كتيره موجوده اهي زي ما انت عايز. طيب ممكن اقول له مالتي يو ار ال، بيقول هتلغي التثبيت، فممكن احط له اكتر من لينك. طيب ممكن اكتب له تكست، يعني اللي هيعمل سكان دي يطلع له تكست او كونتاكت، ودي ممكن لو انت عندك كارت مثلا تحط العلامه دي، اول ما حد يعمل سكان يظهر له الاسم بتاعك واسم الشركه والتايتل والايميل والتليفون والفاكس والعنوان وكل حاجه. تمام، او ممكن تربطه بملف بي دي اف. تمام، او ممكن ابلكيشن معين، اندرويد او ايفون او اي حاجه، او في ايميل او في تليفون، كل الحاجات دي ممكن ان انت تعملها. طيب خليني اعمل برضو معاك حاجه كده، ان انا هفتح الجوجل درايف بتاعي، وهقول له ان انا عايز اعمل شير من الجوجل درايف، اختار ملف اهوت واقول له ان انا رايت كليك واقول له شير. او ممكن من الثلاث نقط دول ندوس عليهم، بس جاب لي الاختيار، واقول له شير واقول له كوبي لينك. خلاص هو كده لسخ اللينك، فاروح للكيو ار واقول له يو ار ال وادي له اللينك، فاوتوماتيك هو يبدا يعمل لي اللوجو اللي مناسب ليا. تمام، وهكذا. فالموضوع سهل جدا وبسيط، كل اللي عليك بعد كده ان انت ممكن تسيف الصوره ديت. ممكن تيجي هنا تقول له داونلود، يعمل لك داونلود للكيو ار كود، او تعمل كوبي وتنسخ بحسب بقى ايه السكيل اللي انت عايزه، الريزولوشن اللي انت عايزه، ويبقى عندك الكيو ار كود ممكن تطبعه، ممكن تحطه على ورق الشركه، ممكن تحطه في البرزنتيشن زي ما انت عايز.